مساء الخير. طلعت الأسبوع ده برجر، طلعت سوشيال برجر في المعادي، محل محندق كده صغير بيعمل برجر وحركات وبتاع. وطبعا كالعادة طلبنا المنيو كله تقريبا. تعالوا بقى نشوف الكلام على ايه. أول حاجة جت الفرايز والبوتيتو ويدجز والأونيون رينجز، وأول ساندويتش سوشيال برجر بالجبنة. يلا بينا. السوشيال برجر اللي بالجبنة ده بيبقى عبارة عن برجر ومايونيز وطماطم وبصل وخس ومخلل، خيار مخلل وجبنة. تعالوا نشوف. حتى البرجر نظيفة اهو، حلو حلو، بس الحياء بسيط شوية، حس ان هو ناقصه حياء. نشوف اللي بعده. نجرب الوجز. حلوة قوي، معمول حلوة قوي. اونيون رينجز. حلو قوي برضه. نجرب بقى الولدورف. احلى حاجه ان هم بيجيبوا الحاجه مكتوب عليها هي ايه. وولدورف ده بيبقى عباره عن بيف وبيف بيكن وباربيكيو صوص وطماطم وبصل وخس وخيار وأونيون رينجز. هنشوف. هو مش اونيون رينجز، هو بصل عادي باربيكيو صوص. لا اونيون رينجز تحت موجوده والبيف بيكن. يلا بينا. طعمه حلو قوي برضه. الباربيكيو في حلو وواضح. اللي بعده، اللي بعد كده روكت مشروم، بيبقى عباره عن بيف ومشروم صوص ومشرومز وجبنه وبصل. ويموت في المشروم. اوبا، شكله مجرم ده. تعال نشوف. هوية عشان بتمرن. حلوة قوي قوي، بس برضه ناقصوا حياء سيكا. مشكلتهم في الحياء تقريبا، ناقصوا حياء سيكا. اطلب بقى ملح وفلفل عشان اظبط انا حالي. هما تقريبا قصدين كده على فكره، ان لما زودت ملح وفلفل بقى طعمه احلى بكتير. اللي بعده، اللي بعده ميكس تشيز. لحظه اقول لكم ده عباره عن ايه. ميكس تشيز ده بيبقى برجر مايونيز مستردة خيار مخلل جبنة جودة جبنة تشيدر بلو تشيز وموزاريلا تشيز. اوبا، نقولكوا شكله عن كمية جبنة مهولة. يلا بينا. وبعدين
نحيقه الأول. نحيقه عشان أعرف أحكم عليه بس. حلوة قوي قوي. اللي بعد كده ده باص. ده باص ده بيبقى عبارة عن بيبقى برجر وبيف بيكن ومايونيز باربيكيو صوص تشيز وأونيون جبنة وبصل ومشروم وخس. الفرق بينه وبين ال لحظة والولد رولف اللي هو كان من باربيكيو برضو ده بالمشروم. ده فيه مشروم. تعالوا نشوف نوريه لكم. المشروم اهو باربيكيو صوص قص. يلا بينا قصة وعد. ما برميش حاجة. مش عارفه كان هو والسيف بيتشكوا مع بعض. انا مش عارفه على الغريب. ايوه انا الغريب. لا انا مش عارفه. حلو قوي ده. قوي. بيف بيكن مع المشروم والباربيكيو صوص. حلو قوي. اللي بعده اللي بعد كده بلو مون. ده بيبقى برجر ومشروم مشوي وجبنة بلو تشيز وجبنة كريمي تشيز ومايونيز وطماطم وخس. يلا بينا نشوف. اوبا المشروم والجبنة من تحت. ايه يلا بينا. لما تيجوا هنا تجيبوا ملح وفلفل وحقيقة والحاجة طب أحلى بكتير. إنها بتيجي تلعب جامد أوي يا جماعة. في أطفال هنا مروقيني حبايب والله. اللي بعده جد الوقت التشيكن. ماشي ماشي ماشي. جد الوقت التشيكن سيزر سلاد. ايه سلاد اللي انا قلتها دي؟ سلاد. طب لما يصحى قوله قوله اردخان عدى عليك وساب له. يلا يا عم الحاج. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. طبعا سلطه السيزر والعيش المتحمص ده مع قطع الفراخ اهي. تعالوا نشوف بقى. طب ممكن شوكه بعد اذنك؟ عشان ال حبيبي تسلم. انا ما خدتش بالي. تعالى طلعك معايا. تعالى تعالى جنن امي. روح جرب. يلا تعالى كل تاني الاول. تعالى كل الاول بعد كده. اهو قول باي باي بقى. اهو 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 ده اللي جنني. اهو اهو حلوه قوي. حلوه قوي قوي قوي. رهيبه والله. تنور تنور. لا ما تعملش دايت. الدايت ده ذل. اسالنا انا. حلوه قوي يا جماعه. تحفه. اللي بعده اللي بعد كده فاير هاوس. فاير هاوس ده بقى السبايسنس. عباره عن ايه؟ برجر مايونيز جبنه طماطم بصل خس وهالبينو. ليتس جو. وريهولكم.
هالبينو بصل طماطم جبنة أوباز لبينة. أنا اكتشفت دلوقتي أني عملت كارثة. أنا نسيت أصور أي ساندويتش. والله العظيم شغال بس مش السبايس الواو يعني عادي يعني سبايس توليريتد عادي أي حد يستعمله. أو جايز عشان أنا وحش سبايسي أنا باكل سبايسي هبل يعني فممكن بالنسبة لي مش فظيع مش واو يعني. اللي بعد كده الهوت دوغ بيبقى مكوناته لحظة لما اجيب المنيو فين لحظة واحدة بيبقى هوت دوغ ومستردة وكاتشب وبصل وسويت ريليتش. يلا بينا. حلو قوي بس الدلع برضو انا اتفقنا ان حاجه دلع خلاص حقيقة كده ونشوف. حلو قوي. اللي بعد كده بلو تشيكن الفراخ ابتدت توصل اهو كنت يأست خلاص. اوبا شوف 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 حبيبي هقول لكم عباره عن ايه حالا. ده الكوردن بلو ده بيبقى عباره عن فراخ مشويه صدور فراخ مشويه ومعاها مايونيز وخيار مخلل وطماطم وخس وسموك بيف وموتزاريلا تشيز. شايف سموك بيف طلع كالنسيه فعلا وخد وظبطه الصراحه يعني. يلا بينا نجرب. حلو بس فراخ مشوية عادي. اللي بعده اللي بعد كده الهافانا ذا هافانا ده بيبقى برجر وبيضة مسلوقة وبيف بيكن ومشروم. فين المشروم؟ صوص المشروم وباربيكيو صوص وجبنة. يلا بينا. متحمس جدا انا للساندوتش ده عشان انا من عشاق البيض على البرجر حقيقة كده. عشان ايه حلو قوي. اللي بعد كده بوستون برجر بوستون اونيونز قصدي اللي بيبقى عبارة عن برجر وجبنة وجارليك مايونيز وكارملايزد اونيون بصل مكرمل وخيار مخلل. يلا بينا. طبعا اللي بيحب البصل هيهيص بالسمش ده. البصل المكرمل مع البصل العادي والميكس حلو مع الجبنه. حلو ومختلف. شفتش حد عمل بصل عادي مع بصل مكرمل قبل كده مع خيار مخلل توليفه كده جديده.
حلو حلو بس تو ماتش بصل يعني. بعد كده هابي بيرد. ده بيبقى عبارة عن فراخ مشوية برضو وخس وطماطم وبصل وهالبينو وساور كريم. ده احلى من كورن بلو. ده الهالبينو بالساور كريم مدينه طعم احلى من كوردن بلو. كوردن بلو ما عجبنيش قوي. بس الفراخ مش جوسي يعني فاهم عليا. مش شويه. اللي بعده كده اكستريم. اكستريم ده بيبقى عباره عن لحظه ايوه عباره عن برجر وبيف بيكن سبيشال صوص وهالبينو وايه تاني وفرايد اونيون بصل مقلي وفريش وفريش اونيونز بصل فريش وطماطم وخس. فين الفرايد اونيونز؟ فين الفرايد اونيونز؟ اهو تحت اهو. وادي الهالبينو. يلا بينا. ايه اللي خلاني اتربت كل ده؟ هموت والله. حته البرجر دي لسه عليها شويه في السما فنشفت شويه. نشفت على عادي يعني. بعد اللي بعد كده ميكس تشيكن كريب. ده بيبقى عبارة عن شاورما فراخ وهوت دوغ فراخ وفراخ بانيه وموتزاريلا تشيز وجبنة رومي ومايونيز وكاتشب وطماطم وبصل ألوان فلفل ألوان سوري. يلا بينا. لا انا ده ما عجبنيش خالص. ما عجبنيش الميكس تشيكن كريب ده خالص. الكريب مسكر فهو الطعم الطاغي هو السكر في الموضوع فمش حاسس بطعم فراخ ولا صوص ولا بتاع. لا ما عجبنيش خالص. اخر واحد معانا النهارده انجري بيرد. ده بيبقى فراخ مشويه ومعاها بيف بيكن وخس وطماطم وبصل ومستردة ديجوان ولا ديجون وجبنة وريليتش. يلا حبيبي تسلم. حلو قوي برضه لطيف وجبنه طعمها حلو قوي. الحلو بقى عندهم نوعين حلو. نوتيلا عاديه ونوتيلا بالموز. ده انا طلبت النوتيلا بالموز. ده بيبقى عباره عن نوتيلا وقطع موز متقطعه وكراميل صوص. اوه
شفت محمد هنيدي في عسكر في معسكر قال لها هتموتي يا سوسو؟ هو كده بالظبط. يلا يا سوسو خدنا وقت كتير. ايه يلا. ايوه خد. بس يا سوسو ايوه انا مش اقول لك اني جامد والحبه دول، بس اقول لك هتموتي، صدقيني هتموتي. استني يمكن ابويا عايز المرتبه الداله اللي تحت. كمية الحشوة رهيبة، كمية حشوة الشوكولاتة اللي فيه مش لحسة كده وخلاص، رهيبة رهيبة. ناقصوا الايس كريم الفانيليا بقى. يا سلام. بس ده مش سكريات، ده غيبوبة سكر. انا بغرق في الشوكولاتة. خلاويص كده. البرجر بتاعهم حلو قوي، مش الهوم ميد برجر اللي هو بيبقى لحم مفرومه ده وبتاع، لا حلو البرجر اللي انا بحبه. انا ما بحبش الهوم ميد برجر اللي هو بيبقى لحم مفرومه ده وتحس ان هو بتاكل كفته مفرومه كده، لا هو مش كده، هو حلو. الفرم اللي انا بحبها يعني حلو جدا. عندهم مشكلتين رئيسيين، الاكل الدلع، ودي مش مشكله دي تعدي انت لو حقيقه اكلك قشطه يعني. المشكله الثانيه ان الفيلينج، الحاجات اللي جوه الساندوتشز مش تقيلة، فعشان تفرق بين واحد والتاني ده صعب يعني، عشان تفرق بين ساندوتش وساندوتش يعني. أنا عمال أقرأ ده كذا وده كذا وده كذا، إنما كتيست في طعم بقي مش سهلة تعرف الفرق بينهم قوي يعني، تحس إن الفرق بين الساندوتش كلها شبه بعض. الفراخ عندهم مش الواو لأن هي مشوية، مش افتكاسة يعني، مش جريلد مثلا، سوري مش فرايد اللي هي مقلية يبقى فيها حركات وبتاع، لا مشوي. الفراخ المشوية في الطبيعي بتبقى ناشفة سيكة كده، ما بتبقاش احسن حاجة يعني. احلى واحد في الفراخ الانجري بيرد ده كان الجبنة فيه حلوة ومليانة وفي تحس بطعمه يعني، اكتر واحد عجبني. انما كفراخ كله المشوي انا ما ماليش فيه قوي يعني، مش هاجي اخرج اكل في اكل المطعم عشان اكل فراخ مشوية يعني، عاملة في البيت. البرجر زي ما قلت لكم الفرق اللي بينهم مش واضح قوي، تحس ان كلهم شبه بعض قوي يعني، الفرق بين السانشيز مش فظيع. النوتيلا رهيبة مجرمة، غيبوبة سكر، تاكلها وتنام وانت قاعد خلاص يعني، فظيعة حلوة قوي. التشيكن سيري سالاد برضو كان حلو قوي قوي، معمولة حلو فن ومعلمة يعني. بس كده، هي دي كانت طلعة الأسبوع ده، إلى الطلعة القادمة، يلا سلام.